في مدينه بريتوريا استعدادا للمباراه. جونيور اجاي كان غايب كمان على مباراه الاتحاد، اعتقد ان بيهزروا معاه، اعتقد هيكون مهم جدا في مباراه السان داونز. اجواء كلها مبشره، واعتقد اللقطه اللي فاتت دي عقوبه من لاعيبه النادي الاهلي بسبب مثلا ان هم بيعملوا لعبه معينه في التدريبات ممكن ما قدرش ان هو يتفوق فيها جونيور اجاي، او زي ما احنا شايفين بيلعبوا الكره كده على الطاير، فاللي تقع منه خلاص هو بيتعاقب اكيد يعني بهذه اللقطه الجيده اللي شفناها خلال اللحظات اللي